السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول بيان رسمي من النيابة العامة بعد التحفظ على أموال محمد رمضان. أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، فلا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي. كان الفنان محمد رمضان أعلن أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وقال محمد رمضان في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أمواله، وكان ردي عليه: أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي، اللهم لا اعتراض. وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعيدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة. واختتم الفيديو قائلا: صباح الخير يا مصر.